السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم معنا في فيديو تحليلي جديد على الكوفيد 19. اليوم راح نجاوبوا على السؤال اللي يطرحوا فيه الجزائريين كامل درك، وين رانا مع الكورونا؟ وإذا كانت الإحصائيات هذه صح صحيحة، وش هي الميزة اللي خلتنا نتفوقوا على الكورونا مقارنة مع دول العالم الأول؟ عندها درك أكثر من شهرين من دخل الكورونا الجزائر وما زالت الأمور غير واضحة. تقرأ كل نهار عدد الحالات يزيد وعدد الوفيات يزيد، وفي نفس الوقت يسرحوا النشاطات التجارية والناس ترجع تخرج عادي وتكوفر صح على أمور ضرورية باش تعيش كيما دراهم، وعلى أمور تتسائل اسكو صح تستاهل الإنسان يغامر بحياته وحياة عائلته وعلى جالهم كيما الزلابية وكسوة العيد. أنا من الناس اللي متبقى الحجر المنزلي وحايب نعرف اسكو صح المرض هذا رح يزول كما تقول بعض الدراسات قريبا ونرجع لحياتنا العادية، ولا ما كانش منها أرقامهم مشكوك فيها. عدد الحالات المصابة بالكورونا ممكن يكون غير صحيح كما شرحت في فيديو الفرضية رقم 1. علاش؟ لي تيست ما كانش. بس عدد الوفيات حتى وإذا كان فيه خطأ يبقى صغير، مستحيل نكونوا عندنا نفس مأساة إيطاليا ولا أمريكا وما فقناش. سينو طريق تلقاها يعني صح الكورونا تخلت الجزائر وما تطورش كما تطور في دول العالم الأول. أول شيء نقوله الحمد لله استرنا ربي، وشنو أي إنسان عاقل يحوس يفهم علاش؟ سي لوجيك. الشيء اللي دفعني ندير سونداج على قناتي ونطلب رأيكم، اسكو قاومنا الكورونا؟ لأنه أولا عندنا إمكانيات طبية وتجهيزات متطورة، ثانيا المجتمع الجزائري شاب عنده مناعة قوية، ثالثا الدولة اتخذت القرارات المناسبة وعرفت تتعامل مع الوباء، رابعا المواطن الجزائري كان عنده سلوك مثالي، ولا خامسا درجة الحرارة عندنا مرتفعة، الفيروس مقدرش يعيش. كي قريت النتيجة ديجا عرفت شكون اللي كان دايما يدير لي ديسلايك. ولماذا أنت تسأل عن ما لا يعنيك أيها الجاسوس؟ جاسوس ينصح يموتيفي ويدير دراسات عن المجتمع. ربي كتر علينا الجواسيس مالا. بلو سيريوزمون كما توقعت الأغلبية اخترتوا جواب الثاني، تغلبنا على الكورونا لأننا مجتمع شاب. فرضية رقم 3. أوكي ندرسوا المجتمع الجزائري، شحال كاين من مواطن؟ 40 مليون جزائري. 44 مليون حسب دراسة قام بها لوانس الديوان الوطني للإحصائيات، والجدول هذا يوزع المواطنين على مختلف الفئات العمرية. ما تعبش عينك عزيزي المشاهد بالشكل هذا تفهم خير. تخيلها انت 44.4% من الجزائريين أقل من 25 سنة، العمر الوسيط للمجتمع الجزائري 27 سنة، يعني مقارنة بإيطاليا ب 45 سنة ولا فرنسا ب 42 سنة، إحنا نعتبره فلاش تاع الزواج. دونك سي فري عندنا مناعة أقوى. بصح اسكو هذه هي الميزة اللي راح نتفوقوا بها إحنا على الكورونا؟ يعني ما كانش خطر علينا. في الجزائر حاليا عندنا 4006 حالة إصابة مؤكدة بالكورونا و450 حالة وفاة. عدد الإصابات موزعة على الفئات العمرية في الشكل التالي، أول شيء يلفت انتباهنا اللي أقل من 25 سنة ما تقاسوش بزاف، والوفيات نقدروا نوزعوهم حتى هما على الفئات العمرية في الشكل التالي، الناس اللي ماتوا الله يرحمهم معظمهم فوق الستين سنة. فرضية رقم 3 صغار في السن ما كانش خطر كبير علينا، يعني نرجع لحياتنا العادية سيفيني الغمة تاع الدار. حبس 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 ما تسرعش، جاتني فكرة، واش رايكم نكون نرابروشيو لاج تاع الناس اللي تقاسوا بالكورونا مع لاج تاع الناس اللي توفاو من الكورونا بالنسب؟ بون ايدي سي ديجا في الشكل هذا يوضح لنا التقاطع اللي كاين بين المجموعتين، فيه تقاطع فيه خطر وبنسبة ما نقدروش نتجاهلوها. وباش تفهموني مليح التقاطع هذا على واش يعبر، نمدلكم مثالين افتراضيين. مثلا في كاش بلاد اكبر واحد فيهم في السن في عمره 49 سنه وجاء مرض يقتل غير الناس اللي عمرهم اكثر من 50 سنه، الشكل راح يكون هكذا، ما فيش تقاطع الخطر معدوم. ومثلا في مجتمع اخر وين اعمارهم عاديه يعني بين 0 و100 سنه ولا اكثر، ويجي مرض لا يرحم لا الكبير ولا صغير وبنفس التاثير ربي عافينا، الشكل راح يكون هكا، تقاطع كبير يعني خطر كبير. في الجزائر فئه المسنين لاكثر من 60 سنه هي الفئه الاكثر عرضه للموت من الكورونا، نحسبوا لها نسبه الوفيات تاعها. من 1397 شخص اكبر من 60 سنه تقاس بالكورونا فيروس ماتوا 336 شخص، X يساوي 336 في 100 تقسيم 1397، يعني النتيجة تساوي 24.06% نسبة وفيات. وعلى بالكم شحال كاين من جزائري في عمره أكثر من 60 سنة؟ 4.3 مليون جزائري، يعني كل ما ينتشرش المرض ويتقاسوا غير 0.1%، نسبة صغيرة، 0.1% هي 1% زيد قسمها على 10، 4 مليون و300 ألف شخص
في 0.1% يتقاسوا 4330 شخص نضربوها في نسبة الوفيات 24.05 يعني يموتوا 1041 شخص. الله أكبر. وهذا غير في فئة المسنين أكثر من 60 سنة ومتفائل. يعني عزيزي المشاهد حتى وإذا كان لاحظت أنه الأرقام المتعلقة بالكورونا في الجزائر متراجعة وحتى ولو كان إحنا مجتمع صغير في السن وصح أفضل من إيطاليا وأمريكا وفرنسا في النقطة هذه إحصائيا، الخطر مازال حاضر. زلابيا مش يهتهرب والعيد جي بونس با يحبس على جال انصومبل جديد. نزيد نصبر شوية، هي ايامات برك وتفوت ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونكون جاوبت على بعض التساؤلات اللي عندكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس من هنا. سلام. هيا ابوني ومازال درك مكش ابوني عندي. رص على راسي، هيا رص على راسي من هنا. فوالا سي تري سامبل، فوالا مبروك علينا. واللي درك ابوني في لاشين يوتيوب تاعي زيد اكتيفي لاكلوش وهكذا ما تراتي حتى فيديو. على بالك راه جاي الخير. هيا تهلاو.